بالكامبو، نابولي، باليرمو، سامدوريا، واليوم سجل به يعني هديه هنا امامنا روبينيو. لسه كنا بنقول اضاع فرصه بالرعونه، لكن على طول اتى الرد السريع من جانب روبينيو. هنا امامنا بيرلو الى اللاعب ابره، وفرصه لاحراز هدف ثالث. بقى الامور تحسم تماما في الشوط الاول من اللقاء. ابره كدبره الساحر ابراهيموفيتش امامنا في هذه اللقطه. هنا زلاتان ابراهيموفيتش في لقطه لا ياتي بها الا لاعب كبير، بعض يقول لاعب مزاجي، لكن هدفه الثامن، هدفه الثامن بالوان فريق نادي الميلان، اللاعب القادم من برشلونه واللي بيعطي الطمانينه ويعطي الامان في هذه اللقطه لقمه الميلان المستحقه. ادي امامنا ابره الهدف الثامن عشان يقترب من الهدافين من ايتو وكافاني لاعب فريق نادي نابولي. لكن شوف امامنا، شوف يتلاعب باربع مدافعين وتاتي المساحه اللي يبحث عنها، عدى هنا من المدافع الكوستاريكي اللي امامنا اهو، اللاعب اللي لعب في كاس العالم مارتينيز بيدال. شوف شوف المهاره، شوف المهاره، الراجل بيلعب بقى بمهاره باقتدار. ادي امامنا المرور وياخد الدفاع في لعبه واحده، يوقفهم صف كانهم طلبه، كانهم تلاميذ في مدرسه من مدارس كره القدم، لان الفنان والاستاذ امامنا ابراهيموفيتش سجل هدف في الدقيقه 31.